أنا حسن الأحمدي، أنهيت الخدمة الوطنية ورجعت لعملي في المؤسسة الإعلامية كمراسل تلفزيوني. الخدمة الوطنية ما كان لها فقط جانب عسكري، لا، جانب اجتماعي، جانب أخلاقي، جانب حياتي. الضبط والربط في العمل، الثقة بالنفس، العمل بروح الفريق الواحد، حب الوطن والولاء والقائد. كنا نصلي الفير كلنا رباعه. حصلنا على درجات وترقيات في العمل ونحن في المعسكر. وايد اشياء انا يمكن ما بخلص لو كلمتك عنها. يعني كل ابناء الدوله يدخلون الخدمه الوطنيه ويتعرفون على بعض في الخدمه الوطنيه، بيت واحد من كل امارات الدوله. نحن قوه احتياطيه جاهزه للاداء، جاهزه للعمل.